يمكن في احساس بالمسؤوليه. مجلس الاداره كله طبعا وعلى راسهم الكابتن محمود قاري اللي جاي وايه اللي ممكن يحصل. يمكن النهارده يعني حتى في الكلمه ديت اللي قالها بعد فوزنا او تتويجنا ببطوله افريقيا يمكن يتكلم بشكل كبير جدا عن الجماهير وان قد ايه دايما الجماهير بتطمع في النجاحات المستمره في البطولات اللي دايما بيحققها النادي الاهلي. ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي نتقابل هنا واحنا بنحتفل مع بعض بتتويج النادي الاهلي بطل لكاس مصر، ويكلل بقى المجهود الكبير ده اللي بذله النادي والفريق طبعا والجهاز الفني يكللوا بالثلاثيه. هو ده اللي احنا بنطمع عليه يا كابتن هاني، وان شاء الله النادي الاهلي وفريقنا قادر على انه يحقق ده. حقيقة ده حقيقة.